هذه الفيلا اللي بنقضي فيها يومين بإذن الله في منتجع شاطئ النخيل في الهاف مون. طبعا الفيلا اللي عندهم في فيلا 3 غرف نوم، في فيلا 4 غرف نوم، هذه فيلا واربع غرف نوم. في المطبخ هنا، هنا في جلسة برا. هذا أحد الغرف اللي عندهم في 4 غرف نوم. هذه الغرفة الثانية مع الدولية. هذه الغرفة الثالثة. هذه الغرفة الرابعة. طبعا عندهم كباين على البحر، راح نشوفها كلها خلال اليومين هذه، وبالإضافة إلى المرافق اللي عندهم كل تفاصيل. هذه جلسة خارجية عند الفيلا، من هنا تطل على البحر. هنا شاطئ منتجع النخيل، هذه الجلسات اللي متوفر على امتداد الشاطئ. متوفر عندهم نادي رجالي ونادي نسائي، في مسبح في كل نادي، وجيم وجاكوزي وساونا وحمام بخار. عندهم الطرادات والجيتسكي، عندهم ملاعب كرة قدم خارجية وبلياردو وكرة طائرة. متوفر عندهم سوبر ماركت وكافي شوب وألعاب أطفال ومسجد. شوف الجلسات، الجو يعني مش بارد اليوم الحمد لله، الجو معتدل جدا ممتع. والشاطئ نظيف، أوريكم وشوفوا بعيونكم واحكموا. لو تلاحظون معي المساحة الكبيرة اللي بين الشاطئ وبين الفلل، يعني مش متلصقين تطلع من الفلة على البحر، لا، عندك مساحة في جلسات في ألعاب. شويات إن شاء الله بعطيكم العروض اللي في منتجع شاطئ النخيل. عندهم عروض، تأخذ الخميس بالنسبة للفلة، تأخذ الخميس الأربعاء مجانا، تأخذ الجمعة يجي مع السبت مجانا، بالإضافة إلى 50% خصم أيام أسبوع على الكباين. أحلى جلسة واسترخاء واستمتاع على شاطئ منتجع النخيل، فعلا الواحد يحس أنه غير جو وكسر الروتين اليومي، وهذا نحتاجه فعلا كل فترة. الواحد لازم يسترخي ويمتع نفسه. الآن بكلمكم عن العروض اللي في منتجع شاطئ النخيل. أولا عندهم عرض لتأخذ الخميس والأربعاء تأخذه ويا مجانا، تأخذ الجمعة تأخذ مع السبت مجانا، وعندهم عرض اللي هو تاخذ خميس الجمعة ويجي معها السبت والأحد مجانا، بالإضافة إلى 10% خصم، وفي 50% خصم أيام أسبوع على الكباين والفلل. بحط في السناب الجاي صورة توضح العروض ورقم التواصل والحجز مع المنتجع مباشرة، وعشان نحلي بعدها. من أسباب الوناسة مع البحر لازم تحلي. اليوم حلانا من ميم سويت، مطبخ لذيذة، سينابون والقيمات، وهذه عصيدة. المطبخ اسمه لذيذة، مطبخ لذيذة المعلومية. هذا السينابون اللي عندهم بالأوريو، ما شاء الله السينابون الشغل نظيف. هذه القيمات بالجبن، نجي للعصيدة. والله جت في وقتها العصيدة صح، على البحر والجو الحلو قص علينا صح. ايش رايك عبد الله؟ ممتازة. على فكرة مطبخ لذيذة يسوون لكم أي شيء يخطر على بالكم، بحط المنيو وعنوانهم وأرقامهم في السنابات الجاية.
اليوم عشانه من مطعم راعي المشويات، يجون لا محلكم، شاليه، استراحة، بيت، مخيم، بالعدد المطلوب يتطلبونه ويشون لكم مع المقبلات والسلطات. الله يعطيك العافية معلم. تسلم تسلم معلمنا عبد الكافي، كيف حالك؟ حياك الله بخير ونعم. وش بتسوي لنا اليوم؟ مشويات كباب عيني بلدي. يا سلام عليك. الحمد لله اللحوم الطازجة. معروفين يا مطعم راعي المشويات، ما عليكم أي كلام. بسم الله. كباب اللحم جاهز. يا سلام. كباب الدجاج جاهز. الدجاج على الفحم جاهز. وهذا جاهز او صار لحم. وهذا جاهز. الشيش طوق. والعرايس جهزت روح. كذا جهز عشانه من مطعم راعي المشويات. اوصال كباب، شيش طوق، كبة، عرايس، مقبلات، سلطات، شغلهم نظيف وسريع وجايين على الموعد. أما بالنسبة للطعم فأنا مجربهم قبل كذا مرة وأبطال في المشويات. معلمين مطعم راعي المشويات، الله يعطيكم العافية على شغلكم المميز ورحابة صدركم ودقة مواعيدكم، ونشوفكم على خير إن شاء الله. أسعد صباحكم بكل خير، بوريكم بعض المرافق اللي في شاطئ منتجع النخيل مثل ملاعب ومسابح. هنا في ألعاب بعد وجلسات غير الألعاب اللي مقابل الفلل. هنا في المرسل القوارب والطرادات. هنا عندنا ستيج ومسرح صغير حق الفعاليات اللي تصير دائما خاصة في الصيف. هناك المرسى، وهنا في سياكل. هذه السياكل تأجر بنص ساعة أو ساعة، أتوقع أنه صعب 15 تقريبا أو 20. هذا مسبح الأطفال عليها أسوار ملونة، وهنا في الزحليقة الحجرية هذه. طبعا هو يناسب اللي في الصيف، في البرد الحين كل يوم يمرضون بزريكم. هذا السياكل اللي تأجر عندهم، سياكل ثلاث كفرات أبو سلة. مع عشاق المغامرات الجيت سكي متوفر. في عندنا هناك المسجد وملعب كرة القدم وكرة الطائرة. المنتجع الأمانة نظيف، خاصة الشاطئ هنا والمرافق وهادئ. بالنسبة للفلل والكباين أكثرها تم تجديدها، فإذا جيت تحجز كل أبغى الفلل المجددة أو الكباين المجددة، يكون سعرها أغلى شوي. فعشان كذا فرصة العرض اللي عندهم خاصة يوم أسبوع 500 خصم. ترى الكبين اللي غرفة واحدة بس 500 ريال تأخذها يوم أسبوع 250 ريال، يعني تخيل السعر. أنا حطيت رقم استفسار، تواصل معهم وعرف جميع الأسعار، يعني يسألوني على الخاص كم سعر كذا. التفاصيل كلها على رقم المنتجع اللي نزلت لكم. شوف الجو ما شاء الله بدأ يغيم، عاد إن شاء الله تمطر.